بسم الله الرحمن الرحيم. اثناء المشاركة في برنامج رؤوس الجبال بمسلم سعيد نلتقي بأحد الإخوة الكرام. لي اسم الكريم أخوك سلطان بن محمد بن راشد المسكري من جعلان للمسيرة الطويلة الأخ وأنت تشارك الأخ سلطان وأنت تشارك في هذا البرنامج، ما الذي شجعك للمشاركة برغم من بعد المسافة؟ أول شيء بداية رحب فيك دكتور عبدالله وأهلا وسهلا فيك في هذا اللقاء الطيب، والذي سعدت حقيقة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في هذه الساعات المباركة، وتشرفنا في فريق جعلان للمسيرة طويلة الهايكنج في المشاركة مع أخواننا في اليوم الجبال العالمي. نعم صادف 11 ديسمبر من كل عام. نعم صادف واستضافة نادي خصب الرياضي الثقافي ومعية الأخوة فريق صورة الحال وفريق هايكنج خصب. نعم جاءت دعوة للمشاركة في المسير الطيب، والحمد لله حاليا بدينا المسير وفي منتصف المسافة، والرسالة اللي نوجهها على أن ما في صعب شيء صعب، احنا أقصى جنوب الشرقية وعمان كلها متقاربة، والحمد لله نشارك إخواننا وهم يشاركوا معنا كذلك. نفس الشيء احنا تنظيمنا للمسارات يأتون من كل محافظات السلطنة المسارات، وهذا حقيقة يعني شيء أو بادرة طيبة يعني انتهجتها هذه الفرق الرياضية، وخصوصا في هذه الاجواء الشتويه تكثر الفعاليات اللي فعاليات المسارات الرياضيه، وبتواليه احيانا تحصل في نفس اليوم 4 مسارات 5 مسارات، فالواحد يكون عنده اشكالي وين بيكون بيشارك. رساله تحب ان توجهها لمن يشارك في مثل هذه البرامج؟ والله الرسالة اللي نوجهها والهدف والرؤية من هي هو أولاً التعارف ومعرفة المناطق، ربما لأول مرة أنا شخصياً لأول مرة أزور محافظة مسندم، وهذا فرصة يعني كانت زيارة سياحية رياضية استكشافية وتعارف من مختلف محافظات السلطنة. نعم. عرفنا معاهم في هذا مثل هذه البرامج يعني تولد عندك تعارف وتعرف أشخاص من مختلف المحافظات ومن مختلف الوجهات، حتى أحيانا من مختلف من دول أخرى يشاركوا في مثل هذه المسارات، عندما تصلهم الإعلانات وعندما يكونوا متواجدين في المحافظة أو اللي تقام في هذه الفعالية تحصل بعض الوافدين أحيانا وحتى المقيمين من دول أخرى يشاركوا في مثل هذه المسارات. جزاك الله خير، سعدت بالحديث إليك. حياك وأنا أسعد يا دكتور عبد الله، حياك الله، جزاك الله خير على هذا اللقاء الطيب. الله يحفظك.